بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنتكلم في مقرر الحبليات، وهنتكلم في شعيبة الفقريات السافالة انفرتبراتا فوق طائفة الفكيات أو السوبر كلاس جناسيستوماتا، وهنتكلم في الأسماك الغضروفية. تضم الفقريات لها فكوك علوي، فك علوي وفك سفلي، وبقى ستة طوائف مختلفة. طبعا هي فوق طائفة الفكيات. ونتكلم أول حاجة في الكلاس الأولاني اللي هو الكوندريكسيز أو الأسماك الغضروفية، اللي منها طبعا السيليوريناس كانيكولا اللي هو كلب السمك. طائفة الأسماك الغضروفية تضم أسماك القرش اللي هو الشاركس، والأسماك المسطحة أو المفلطحة زي خلفيش البحر والقوابع اللي هي السكيتس والريز، جميعها بحرية، الهيكل الغضروفي طبعا بيه الكامل زي الدوج في شو الشاركس. الفم يقع على الناحية البطنية وهو مزود طبعا بفكوك جوز. هذه الفكوك تحمل الأسنان، أحدهما طبعا أبر جو اللي هو الفك العلوي، والآخر هو السفلي اللي هو اللور جو. الفك طبعا زي ما قلنا مزود بأسنان قوية. يوجد فتحتا أنف خارجيتان external nerves أو nostril تفتحان أمام الفم على سطح البطن، وده اللي يميز الأسماك الغضروفية. قد تتصلان مع بعض بالفم بواسطة ميزابين فميين أنفيين بيسموه الأورو نيزل جروف، ده موجود في الدوج فيش لو قلنا ده كده. ده فتحة الفم بتبقى فتحة هلالية بالشكل كده، ودي فتحة أنف هنا الناحية البطنية، وفي ميزاب كده تحت الجلد كده بيوصل فتحة الفم مع مع فتحة الفم اللي هي دي مع الأنف اللي هي دي، يبقى عندك فتحة الفم والأنف، ده عشان كده بيسموه ميزاب أورونيزال جروفز، يعني ميزاب ميزابين أنفيين فميين أو فميين أنفيين. في زعانف، والزعانف بدأت تبقى في زعانف مزدوجة، أول مرة يبقى عندك في زعانف مزدوجة. البير ديفينز برضو من الصفات المميزة، عندك زوج من الزعانف الصدرية البكترال فين، وزوج من الزعانف الحوضية هي البلفيك فين. الزعانف الحوضية يوجد بها مسكتان أو كلاسبرز، وده موجود بس فين في الذكر زي الرسمة كده الصورة، وضح لك إن ده الكلاسبر ده موجود عند زعنفة الحوضية البلفيك فين. لو في كلاسبر زي ده كده أهو يبقى ده على طول ميل، لو ما فيش موجود يبقى في ميل، ده اللي هو أعضاء تناسلية خارجية اللي هو الكلاسبرز أو المسكتين. يوجد زعنفة زيلية طبعا غير متناظرة، والزعنفة الزيلية إما تكون مثلا متناظرة زي ده كده تلاقي قطعة واحدة، أو تكون قطعتين متساويتين يبقى هامو سيركل دي الاتنين قد بعض، أو جزء كبير وجزء صغير يبقى ده هيتيرو سيركل بالشكل ده. فالزعانف في الأسماك الغضروفية تبقى هيتيرو سيركل أو غير متناظرة، حيث القسم العلوي أعلى من القسم السفلي. الجسم مغطى بقشور أو حرشيف، طبعا الجسم عليه حرشيف زي الأسماك معظم الأسماك، وسمى الأسماك هنا الحرشيف بيسموها الحرشيف الدرعية أو البلاكويد سكيلز اللي هي بشكل دايبدي، حرشيف درعية أو بلاكويد سكيلز. فمثلا في الأسماك سمكة البلطي هتبقى في سايكولويد سكيلز أو اللي هي الحرشيف الدائرية أو الحرشيف الشوكية. في حرشيف جانودية، في حرشيف درعية، فالحرشيف أنواعها مختلف موجودة هنا في الأسماك الغضروفية، الحرشيف اللي هي البلاكويد سكيل. الخياشيم غير مغطاة من الخارج، دي حاجة برضو مهم. لو بتكلم مثلا عن سمكة البلطي بشكل ده هتلاقي كده، هتلاقي هنا الغطاء بتاع الخياشيم بيغطي الخياشيم، فتلاقي الغطاء موجود اللي هو الأوباركيولوم ده موجود في أسماك مثلا العظمية، لكن هنا في الأسماك الغضروفية مفيش غطاء للخياشيم موجود، وبالتالي فتح كل الفتحات الخياشيمية كلها بتفتح في كل واحدة فتحة مستقلة خارج الجسم، وبالتالي لا يوجد غطاء للخياشيم كما في الأسماك العظمية. يبقى الأسماك الغضروفية لا يوجد بها غطاء خياشيمي لكن موجود في الأسماك العظمية اللي هي سمكة البلطي. القلب يحتوي على المخروط الشرياني اللي هو الكوناس أرتريوزس، بيصفين من الصمامات أو الفالفز، وده جزء من أجزاء القلب عكس الساينس فينوس ساينس أرتريوزس اللي هو الجيب الشرياني أو البلبس أرتريوزس. البلبس أرتريوزس اللي كانت موجودة في الجهاز الدوري بتاع البترومايزون، وده كان غير يعني كان القلب عبارة عن ثلاث
حجرات فقط، وليس البلبس أرتريوزس ليس جزءا من القلب، لكن هنا القلب يحتوي على الايه، على الكونس أرتريوزس المخروط الشرايين، وده جزء من اجزاء الايه، القلب. تتسع الأوردة في بعض الأماكن لتكون جيوب وريدية واسعة ساينس، وتكون الفينا كافا اللي هو الأوردة الجوفاء، والأمعاء بها صمام حلزوني برضو، ده حاجة بتميز إيه، وكان موجود برضو في البترومايزن، وبرضو موجود أهو في السبيرال فالف، موجود في الأسماك الغضروفية زي اللي موجود في الدوج فيش. الإخصاب هنا إخصاب داخلي زي ما قلت، اللي ذكر فيه مسكتين بتساعد على ايه، دخول الحيوانات المنوية، وعشان كده المسكتين الاخصاب هنا اخصاب داخلي internal بيدخل داخل الايه، الجسم يعني، واغلب الايه الانواع بيوضة يعني اوفي بارس. الكائنات اما تكون اوفي بارس يعني تضع البيض، او اللي هي بيوضة، او فيفي بارس ممكن تقول عليه برضه، في كلام بيسموها الفيفي بارس، فيفي بارس يعني دي زي الانسان مثلا، دي بيبقى كائنات ولودة يعني تضع الايه، اجنة. لكن في كائنات بتبقى اوفي فيفي بارس، اوفي فيفي بارس يعني كائنات ايه، ولوده بيوضه يعني تضع البيض، لكنها تضع البيض داخلها وتحافظ عليه داخل الجسم، وتستنى لحد ما يفقس، وبعد كده تنزل الايه الكائنات او اللي هي الاسماك. فهي لا، ما نمتش داخل الجسم بمعنى ان في رحم، لكنها نمت جوه الحيز فراغ من الجسم، بحيث انها تحافظ عليه من الاعداء الطبيعيين. فهي تضع البيض وكل حاجة، لكنها تحتفظ بيه لحد ما يفقس وتضع الايه الاجنة بتاعتها، او الكائنات الصغيرة بتاعتها، الاسماك الصغيرة. لكن دي طبعا في هنا مشيمة وفي رحم، والجسم بيتكون داخل بكلية داخل الايه الرحم، وتولد يبقى دي ولادة. لكن هنا بيض تضع البيض خارج الجسم، والبيض يفقس وينمو الجنين خارج الايه الجسم. الاسماك الغضروفيه قلنا كوندريكسس، وهيبقى مثال لينا السيليوريناس كانيكولا، ده الجينس بيبقى حرف كابيتال، وده الكانيكولا السبيشيز حرف سمول، يبقى تحتيه خط كده بالشكل ده، ان ده اسم علمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.